يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده ضد حزب الله اللبناني مستهدفا قيادته العليا العسكرية والسياسية بما فيهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي اغتيل يوم الجمعة الماضية. وخلال أسبوع فقط تمكن الاحتلال من تصفية عدد من أهم قيادات الحزب، كما سدد ضربات موجعة ضد الحزب في قلب الضاحية الجنوبية، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك الضربات. استهدفت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بقصف اجتماع لقادة الحزب في الضاحية الجنوبية، حيث أسفر القصف عن اغتيال والقيادي علي كركي وعدد آخر من القيادات. في 20 سبتمبر الماضي استهدف جيش الاحتلال اجتماعا للقيادة العسكرية لحزب الله، ما أدى لمقتل القيادي إبراهيم عقيل قائد العمليات العسكرية بالحزب والقيادي أحمد وهبي المشرف السابق على قوة الرضوان. ومن أخطر الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال خلال سبتمبر الجاري كان استهداف أجهزة البيجر وأجهزة اتصالات لاسلكية أخرى يستخدمها عناصر حزب الله، ما أسفر عن سقوط قرابة 40 شخصا وإصابة أكثر من 3200. اغتالت إسرائيل أواخر يوليو الماضي القيادي بحزب الله فؤاد شكر الذي كان الذراع الأيمن لحسن نصر الله، وذلك باستهداف مقر إقامته في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت. وعلى مدار الأشهر السابقة تمكنت إسرائيل من اغتيال العديد من القادة الميدانيين للحزب، من أبرزهم محمد سرور قائد القوة الجوية وإبراهيم قبيسي قائد منظومة الصواريخ، وكذا القيادي نبيل قاووق وإبراهيم جزيني وعدد آخر من القيادات أغلبهم في الضاحية الجنوبية ببيروت.